كشفت أسرة المذيعة الراحلة سارة حسن أنها توفيت على خلفية تطور إصابتها بمرض السرطان والذي عانت منه في عام 2021. عانت سارة حسن من سرطان في المخ، وهو نوع من الأورام يصيب الدماغ نتيجة نمو خلايا في هذه المنطقة أو بالقرب منها في أماكن قريبة من الأعصاب والغدة النخامية والغدة الصنوبرية. خضعت سارة حسن لعملية استئصال للورم الخبيث في 2021، ولكنها لم تشف تماماً وتم تشخيصها بنفس المرض مرة أخرى، وكان آخر ظهور لسارة حسن في عام 2022 حينما تحدثت عن خضوعها لتلقي العلاج الكيميائي بجرعات مكثفة. ودخلت سارة حسن في غيبوبة بداية من شهر يوليو الماضي، وظلت على هذا الحال حتى فارقت الحياة. كشفت أسرة المذيعة الراحلة سارة حسن أنها توفيت على خلفية تطور إصابتها بمرض السرطان والذي عانت منه في عام 2021. عانت سارة حسن من سرطان في المخ، وهو نوع من الأورام يصيب الدماغ نتيجة نمو خلايا في هذه المنطقة أو بالقرب منها في أماكن قريبة من الأعصاب والغدة النخامية والغدة الصنوبرية. خضعت سارة حسن لعملية استئصال للورم الخبيث في 2021، ولكنها لم تشف تماماً وتم تشخيصها بنفس المرض مرة أخرى، وكان آخر ظهور لسارة حسن في عام 2022 حينما تحدثت عن خضوعها لتلقي العلاج الكيميائي بجرعات مكثفة. ودخلت سارة حسن في غيبوبة بداية من شهر يوليو الماضي، وظلت على هذا الحال حتى فارقت الحياة.